هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغد والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا مساء الخير يا أطفال، وش راكم؟ راكم هايلين، راكم هايلين بهذه الرسومات وكامل. إذا مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. إذا أنتم اللي جيتوا حضرتوا معنا وكلمناكم باش جيتوا لما سجلتوا. إذا الأطفال اللي لم يشاهدوا فينا وحبوا يحضروا كما هاد الأصدقاء ما عليهم إلا يتوجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بهذا الشكل. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذا يا أطفال بعد التسجيل احنا نطلبوا منكم حاجة برك، شوية على الصبر، شوية على الصبر. علاش؟ لأن التسجيلات كثيرة وكاع الأطفال حابين يجوا يحضروا حصة مع عمو يزيد. حنا تاني ماذا بينا كامل جو تحضروا معنا وراح نكلمكم في التليفون ولا بالإيميل. صبروا شوية برك. مرحبا بكم يا أطفال. يا أطفال اليوم كاين في هذه الفترة هذه يوم 15 أكتوبر يوم عالمي مهم، هو اليوم العالمي للمرأة الريفية، يعني المرأة اللي ما تعيش في المدن، والمرأة الريفية تمثل ربع سكان العالم. إذن نتوقفوا في هذا اليوم هذا باش نتكلموا على المرأة الريفية. عبالكم مرأة في الريف بالمرات عندها أعمال شاقة في الريف، إذا شفتوا المرة بالمرات تجيب الحطب، تجيب الماء، تجيب يعني عدة أعمال شاقة. نتوقفوا هذا اليوم هذا باش نقولوا لها يعطيك الصحة على عملك تقومي به. كالمعتاد في بداية كل حصة نقول لكم لغز اليوم. تحبوا الألغاز؟ إذا لغز اليوم يقول، لغز اليوم يقول عندي قبعة لكن ليس عندي رأس، عندي قدم وليس لي حذاء، من أنا؟ أعيد اللغز. عندي قبعة، عندي شابو ولكن ما عنديش رأس، عندي قدم، عندي رجل ولكن ما عنديش حذاء، ما عنديش صباط، شكون أنا؟ فكروا فيها إلى غاية نهاية الحصة. أنتوما والأطفال أصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذا فكروا، فكروا في اللغز. صعب شوية، صعب شوية اللغز. خلاص فكروا فيه إلى غاية نهاية الحصة، وأنا رايح نغتنم هذه الفرصة هذه بما أننا في الذكرى 60 لمؤتمر الصمام اللي كان. أعطيني الميكروفون بوبي، نتكلم شوية مع الشابات هادو يقولوا لنا شكون اللي يعرف مؤتمر الصمام وقتاش؟ وقتاش كان مؤتمر الصمام؟ في أي سنة؟ في أي سنة؟ أرواحي بنتي، أرواحي قولي لي، تعالي. واسمك بنتي؟ كاميليا. كاميليا، وقتاش كان مؤتمر الصمام؟ 1954. لا لا، هذاك اندلاع الثورة. كان سنتين موراها. أنا قلت لك، شحال؟ 1907. لا لا، سنتين بعد. 4 زائد 2؟ 6. يعني 1900؟ 6. 1900؟ تعالي تعالي أرواحي، أبقي معي أرواحي بنتي. واسمك؟ تعالي. يمينة. يمينة، وين تسكني يمينة؟ فدويرة. فدويرة، وقتاش مؤتمر الصمام؟ 1955 هجوم الشمال القسطنطيني، 1956 انعقاد مؤتمر الصمام. برافو برافو. في أي يوم؟ نزيدوا شوية نطلبوا منك. كان في شهر؟ في شهر أوت. في شهر أوت، برافو. في أي يوم؟ 20. 20 أوت، برافو برافو. التحقوا بالأماكن تاعكم.
إذن مؤتمر الصمام هو القاعدة تاع ثورة التحرير، فيه اللي نظمت الثورة صفوفها. إذن انعقد مؤتمر الصمام في 20 أوت 1956 وين؟ في أي منطقة؟ تعرفوا؟ بمنطقة بجاية بقرية أوزلاقن يا أخي. إذن بهذه المناسبة هذه كلفنا ياسمين باش تدير لنا بحث على المرحومة زليخة عدي. تفضلي ياسمين. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكيكم على حياة زليخة عدي. زليخة عدي اسمها الحقيقي يمينة شايب، ولدت في 7 ماي 1911 بحجوت، ونشأت وكبرت في مدينة شرشل، وهي من عائلة مناضلة. عاشت مرحلة الطفولة في ظل الاستعمار. تمكنت أن تساهم بفعالية في تشكيل خلايا جديدة في هذه الفترة، وكان نشاطها محل ملاحقة واهتمام من طرف رجال الأمن الفرنسيين، إلا أن شدة كتمانها للسر وحنكتها وذكائها جعلهم يعجزون عن كشف المهام التي كانت تقوم بها، وكانت تتمتع بثقة كبيرة لدى المجاهدين. كان لها دور رياضي في نشر الوعي الوطني، وخاصة في المناطق المجاورة لمدينة شرشال. كانت تقوم بجمع الأموال وتوفير الأدوية والمؤونة للمجاهدين، وقد حاولت السلطات الاستعمارية بكل وسائل مطاردتها وإلقاء القبض عليها. التحقت بصفوف الثورة في جبل سيدي سميان لتواصل كفاحها، وقامت بواجبها وجاهدت بالمنطقة الرابعة. خلفت أبو قاسم العليوي عندما استشهد في قيادة الجيش الجزائري في شرشال في حرب ضد المستعمر، وبعد عملية تمشيط واسعة النطاق استهدفت جبال بوحرب وسيدي سميان، وقعت الشهيد في قبضة العدو. اعتقلها الجيش الفرنسي في 15 أكتوبر 1957، وتم تعذيبها 10 أيام دون انقطاع قبل أن يتم إعدامها رميا من طائرة الهليكوبتر في 25 أكتوبر 1957. إلا أنها صبرت صبر أيوب ولم تبح بكلمة، فكانت أسطورة التاريخ. شكرا. يعني أطفال زليخة عدي كانت لما ألقي عليها القبض وعذبوها 10 أيام كاملة ما قالش كلمة واحدة، ومن بعد عدمت رموها من الهليكوبتر. ومن بعد على بالكم بلي احتل سنة 1987 باش واحد فلاح قال لهم بلي في هذاك اليوم شفت مرا سقطت من طائرة هليكوبتر وراحت فنها، دونك من بعد دلهم على المكان تاعها وصابوها مدفونة، صابوا قطعة من اللباس تاعها اللي كانت لابسته نهار اللي كانوا يعذبوا فيها، ومن بعد نحوا العظام نتاعها ودفنوهم في مقبره اخرى. اذا احنا لازمنا دائما نتذكروا هاد الناس هادو اللي بنوا اللي كافحوا من اجل ان تعيش الجزائر حره يا اخي. اذا يا اطفال واش رايكم؟ عمو يزيد لكم اغنيه جميله جميله جدا انا نحبها. هذه الاغنيه هي حين انهض من نومي وصلي الفجر مع امي، وصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. يلا تغنوا كامل معايا. حين أنهض من نومي وصلي الفجر مع أمي، وصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. حين أنهض من نومي وصلي الفجر مع أمي، وصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري، بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري، وعلى الله أقصد بابا باب الخير ورضا البال، وعلى الله أقصد بابا باب الخير ورضا البال. أحمل
على ظهري محفظتي، أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفعني منزلتي. أحمل على ظهري محفظتي، أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفعني منزلتي. أدخل مدرستي بتأني، قسما أنشده وأغني. أدخل مدرستي بتأني، قسما أنشده وأغني. فعلومي أدرس وأثابر، وأدابي أجزاء مني. فعلومي أدرس وأثابر، وأدابي أجزاء لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. على أهلي ألقي السلام بأداب مني ونضام. على أهلي ألقي السلام بأداب مني ونضام. أغسل وأراجع ما كان، وأصلي فرضي وأنام. أغسل وأراجع ما كان، وأصلي فرضي وأنام. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي، أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي، أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. بسملة أول أفكاري، بيميني أبدأ إفطاري. بسملة أول أفكاري، بيميني أبدأ إفطاري. وعلى الله أقصد بابا، باب الخير ورضا البالي. وعلى الله أقصد بابا، باب الخير ورضا البالي. أحمل على ظهري محفظتي، أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفعني منزلتي. أحمل على ظهري محفظتي، أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفعني منزلتي. أدخل مدرستي بتأني، قسما أنشده وأغني. أدخل مدرستي بتأني، قسما أنشده وأغني. فعلومي أدرس وأثابر، وأدابي أجزاء مني. فعلومي أدرس وأثابر، وأدابي أجزاء مني. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. على أهلي ألقي السلام بأداب مني ونضام. على أهلي ألقي السلام بأداب مني ونضام. أغسل وأراجع ما كان، وأصلي فرضي وأنام. أغسل وأراجع ما كان، وأصلي فرضي وأنام. برافو 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 يا أطفال، يعطيكم الصحة. شكرا شكرا شكرا. عجبتكم الأغنية؟ برافو برافو. إذن يا أطفال، واش رأيكم دركا؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ أوكي. إذن عيطوا كامل، يلا نرحبوا كامل بعمو نور الدين اللي جانا من مدينة تيارت. إذا تفضل عمو نور الدين، مرحبا بك مرحبا بك. يلا تفيقة.
برافو تصفيقة 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 برافو تصفيقة لعمو نور الدين. واش رايكم يا أطفال دركا؟ راه عمو يزيد يحكي لكم حكاية، حكاية الثور والذئب المفترس. يلا معايا الحكاية. يا أطفال كما وعدتكم قبل نحكي لكم حكاية، هذه الحكاية تاع الثور والذئب المفترس. واحد النهار كان قطيع تاع البقر كان فيهم الثيران هادو جمع الثور، كانوا مع بعض هكذا، وكان واحد الثور هكذا كان يسخر منهم كلهم يتمسخر بهم. كان واحد الثور مسكين هكذا شغل رقيق هكذا يقولوا يا هليك 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 ثور رقيق ثور رقيق، وكامل بداو يضحكوا عليه وكامل. حتى راح هذاك الثور هذاك راح بدل البلاصه، بدل البلاصه، قال انا نروح ام يتمسخروا بيا كامل دوك نبدل البلاصه. راح ومن بعد هذاك الثور هذاك تاني اللي يتمسخر بهم شاف واحد صاحبه تاني الثور عنده القرون تاعو معوجين، قالوا يا ليك ليك القرون تاعو معوجين معوجين القرون تاعو. ومن بعد بداو يضحكوا عليه كامل تاني بدل البلاصه، هذاك الثور قاعد يتمسخر بهم كامل. كل واحد واش يقول له، انت القرون تاعك معوجين، انت عينك مش ملاح، انت رقيق، انت سمين، انت. حتى هربوا كامل، قعدوا وحده كامل، هربوا عليه، هربوا عليه وقعدوا وحده. بصح مشي بعيد من تما الذئب كان يعس فيهم. الذئب بعد كي شاف باللي كامل الثيران راحوا جاء لعنده قالوا راك وحدك ها، بدا يعيط، بدا يعيط هذاك الثور، انقذوني انقذوني يا اصدقائي يا اصدقائي. بعد الذئب قال له كنت نشوف واش صرا، دوك واحد ما راح يجي يسلكك لانهم قاع هربوا عليك. وقعد انقذوني انقذوني، ندم ندم هكذا. ومن بعد جاوا هذوك الثيران سلكوه من الذئب، قالوا شفت شفت حنا اللي سلكناك. ايه عمو يزيد نستخلصوا من الحكايه انه في الاتحاد قوه وفي التفرق الضعف والهزيمه. بالضبط بالضبط. بوبي بوبي جيب لنا حكم وعبر جميله. اذا في الاتحاد قوه ولما نتفرقوا نكونوا ضعفاء، اذا قوتنا في اتحادنا. يا اخي اطفال برافو. يا اطفال لحقنا دركا لواحد الركن اللي انا نحبو بزاف، هو الركن اللي تجو لهنايا وتحكوا لي النكت نتاعكم. شكون اللي عنده نكته جميله؟ تعالي بنتي روحي، تعالي تفضلي. واسمك؟ مريم. مريم احكي لنا النكته تاعك مريم. قال لك واحد المراه زادت طفل صغير وخوه الكبير غزر فيه وقال له ماما ضحكوا عليك وعطوك طفل بلا سنان. برافو بنتي برافو برافو. تعالي تعالي روحي انت، يا روحي العروسه. لا لا قعدي بنتي، راكي عروسه اليوم الله يبارك. واسمك؟ مرام. وين تسكني مرام؟ معلمه. في معلمه، خيار الناس خيار. تروحي تسلمي عليهم كامل؟ لا هاي احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد الخطره واحد الراجل راح ينشر عبيته اوكي، ومن بعد هذيك كي راح ينشر عبيته طاحت له، ومن بعد راح تفرح لتحته، ومن بعد كي طلق قال مزيان ما نش لابسها. خفي تير معاه. برافو. تعالي بنتي تعالي تعالي تفضلي. واسمك؟ ابن عدوان. يمينة. وين تسكني يمينة؟ فدويرة. فدويرة خيار الناس. احكي لي النكتة تاعك. كانت الأم في المطبخ تطبخ، بينما سمعت فتاة بينما سمعت ابنتها ترمي شيئا، فذهبت إلى غرفتها وقالت لها ماذا حصل؟ فقالت لها البنت لم يحصل شيء، فلقد وجدت رجلا في التلفزيون يسرق بيتا فرميت عليه المكواة. برافو 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 برافو. إذا يا أطفال لحقنا دركا الركن الجواب عن اللغز. إذن عندي قبعة لكن ليس عندي رأس، عندي قدم وليس لي حذاء، من أنا؟ تعالي بنتي أرواحي. مظلة. وش هي؟ مظلة. مظلة ما كيش بعيدة، مش المظلة. تعالي وش هو الجواب؟ رجل جليد. لا لا أرواحي. لا لا ماشي الشتاء. واش هو؟
وش هو الجواب؟ سيالة. لا لا ماشي السيالة، تفضل أروحي بنتي. وش هو؟ السبورة. ماشي السبورة، ماشي السبورة. شكون اللي عنده جواب؟ تعالى. سنارة. سنارة ماشي السنارة. شو اللي عنده أروحي بنتي؟ شو اللي عنده جواب؟ كمارة. وش هي؟ سنارة؟ كلانة. لا لا أروحي. زلاميت. لا لا ماشي زلاميت. تعالي أروحي. إيه تعالي تعالي. عندك الجواب؟ باراسول. وش هو؟ باراسول. لا لا وش هو؟ أروح أروح. وش هو؟ بطارية. ها؟ بطارية. بطارية؟ البطارية. لا لا ماشي البطارية. تعالى. مظلة. ماشي المظلة، متشبه المظلة، وشيء يشبه المظلة. تعالي تعالي. وش هو؟ النخلة. النخلة. لا لا ماشي النخلة، هو نبات ولكن ماشي النخلة، نبات. عندي قبعة، النبات اللي عنده قبعة وما عندوش رأس وعنده رجل ما عندوش حذاء. تعالي. وش هو؟ شجرة. شجرة. لا لا الفطر. فوالا. تعال 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 أروح أروح أروح. تعال تعال. الفطر. الفطر هو الشامبينيون. الفطر عنده رأس ما عندوش قبعة، عنده أرجل ما عندوش حذاء. يا أخي إذن هذه الهدية تاعك. فوالا هذه الهدية تاعك. هذا هذه قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة، وهذه سيدي مع عمو يزيد من حق الطفولة، إن شاء الله تستفاد بهم. هاوليك فوالا. برافو. الله يخليك الله يخليك ولدي الله يخليك. إذن الحقنا دركا الواحد الركن اللي نحبه بزاف هو ركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد علي. علي تعال. علي أروح. علي أروح. تعالى تعالى أروح لعندي. أروح لعندي. فوالا. إذن رايحين كامل نغنوا لعلي عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبونا الجاتو تاع علي وإحنا نغنوا له. يلا إذن عيد ميلادك أحلى عيد. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى الأمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى الأمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو ويبركولو وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيله وجمل هدايا يهدوله، هيا نصفق ونغنيله سنة حلوة.
برافو برافو برافو. إذا عقبال 100 عام إن شاء الله أنا نعطيكم في كل حصة كاع الأطفال اللي شاركوا معنا عندهم شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. هذه شهادة عالي وانتوما غير تخرجوا منا كامل عندكم الشهادات نتاعكم. كاين طفلة كذلك اليوم عندهم. شكون اللي جابت الهدية هذه؟ أروحي بنتي أروحي، جابت لنا تاني. وش هي هذه؟ وش هي هذه؟ طمينة. طمينة، عندهم مولود جديد في العائلة نتاعهم. إذا بالصحة ولهنا، من بعد راح ناكلوها هذه الطمينة كامل. شكرا بنتي، شكرا. فوالا، شكرا. إذا وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة في نفس التوقيت. نحبوكم، باي باي. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.